وظيفة السوان دو فيزاج إنه يأثر على تغذية البشرة نوريشينج مويتشورايزينج ترطيبة وتحريك الدورة الدموية يلي بالنهاية بتزيل الستريس. وهالستريس هو عامل صار مرافقنا، ما فينا ما ننتقل من الحديث اللي كان عم بيصير قبل ما ابتدينا حلقة الجمال لنحكي عن الخوف، لنحكي عن الستريس يلي مهيمن على البلدين العربية وعلى البشرية. وهالستريس بخلينا نحس وكأنه العين قاشطة، الوجه قاشط، الابتسامة قاشطة. إذا جربنا نرسم وجه سمايلي منشوف كل شيء عم بيشد طلوع، وإذا رسمنا وجه عم بيعاني من الخوف والستريس منشوف كله عم بيشد نزول. كيف بدنا نشيل هالستريس وهالخوف مع هالموجة الكبيرة يلي مسيطرة علينا وعم تترك هالخوف؟ ما فينا نقول ما في خوف من هالشيطان، من هالموجة اللي نحنا عم نشوفها يلي عم تهز الإنسانية. ولحتى نقول إنه نحنا ما فينا إلا ما نستشهد باللي قالته تيريزا ماي اللي هي وزيرة داخلية بريطانيا لما حكت واستشهدت بآية قرآنية عن أهمية هالستريس والخوف، واللي هي بتخوف الناس مش ببساطة، ولكن بتقول إنه خلي يجمعنا هالروح الإنسانية هالديانات السماوية لحتى نحس بهالسلام الداخلي. ونحن اليوم بحلقتنا رح نشيل الخوف والستريس يلي دايما منفكر فيه إنه هو التجاعيد، هي الشيخوخة، هي هالإشياء يلي بتخلينا نقول إنه نحن كيف بدنا نقاومها. رح نقاوم الخوف والستريس يلي بيهجم على البشرة مش على الإنسانية لحتى نقدر نخفف منه، وما بنقدر نخفف منه إلا بالسوان دو فيزاج. وسوان دو فيزاج عنده هالقوة الهيلة إنها تقدر تشيله مجرد ما نبلش نحرك الجلد ونهتم فيه. خلينا نبتدي سوا ونبتدي بإيجابية لحلقة اليوم. الإفليفتينج الأسيد ياليوران. خلينا نحكي شوي ونتذكر سوا التجاعيد وكيف فينا نعرف إنه البشرة عم بتبلش تعاني من الشيخوخة المبكرة. هي شو؟ هي تقاسيم وجه عم تمرك فيها تجاعيد قوية، هي رلاشمان أي ترهل، هي سنيات محفورة، هي نقص بالفوليوم. الفوليوم شيء مهم كتير لحتى نحكي انتعاش بشرة، لحتى نحكي عن بشرة مشدودة، ولحتى نحكي عن عضلات مشدودة. نحن بحاجة لنحكي عن مكونات الجلد الأساسية يلي هي الدهون، المي، الكولاجين، الإلاستين والأسيد يالورونيك يلي هو بحافظ على المي، ولما بيحفظ المي بالداخل بيعطي هالانتفاخ. نحن اليوم مع الأسيد يالوران رح نقدر نكسب البشرة انتفاخ يمكن يكون ميراكيولوس لما منكون عم نتابع هالعلاج بشكل مرة بالأسبوع لحتى نحصل على نتيجة، إذا كان قبل مناسبات خاصة، قبل الأفراح، أو كعلاج مقاوم للتجاعيد. ودائماً بيرفق التجاعيد وضعف البشرة النقص بالدهون والمي اللي منشوفه يلي بيترك السنيات يلي هي خاسفة. وما فينا نقول إنه هيدا منه خوف للبشرة، هو خوف أساسي وكتير ضروري إنه نخاف إنه ما نحافظ على الجمال يلي أنعم علينا فيه الخالق. ليش ما نحافظ عليه وندعمه بطرق بسيطة يلي نحنا عم نقوم فيها اليوم بهالعلاج. Summertime.
بالحلقة الماضية حكينا عن الهابينس والسعادة يلي بتترك انطباع كتير جيد جدا على البشرة، وخاصة الحب لما بيكون في الإنسان عم بيعيش حالة حب بيتحلى، ولكن الخوف بيزيل كل هالحالات وبيترك ستريس بالبشرة، ونحن منا نقدر نحضر سمايلي فيس اليوم بنهاية هالعلاج. ولإزالة الستريس نحن بحاجة لتحريك الدورة الدموية، ولحتى نعمل مساجات دايماً إلى دور لتحرك هالحركة الدموية بشكل كتير جيد، وهي الدورة يلي بتشغل البشرة لأنها تكون هي دايماً الأجمل. ولنبتدي سوا، لاحظ في فايبريشن عالي كتير وكأنه الإيدين عم يشتغلوا على تروميل ترمينيزون نيرفوز، وهذا الشيء اللي منلاحظه لما منقوم بتدليك البشرة. شعور جميل جدا لما منحس بهالفايبريشن، لما منحس بهالتدليك الناعم. يلي بدخل البشرة بعالم كتير مهم لإلها، يلي هو بيزيل الستريس. وبيترك مجال إنه الأكسجين يدخل أكتر. الفيبروبلاست اللي بيشغل الكولاجين لما الحركة الدموية بتأثر على الحركة الليمفاوية، بيصير في عنا نشاط خلوي كتير قوي لتجديد الخلايا. ومنعرف انه لحتى نفعل اي دورة دموية نحن بحاجة لأكسجين ليدخل أكتر، ومع هالفايبريشن واستخدامه مع الماسك والأسيد إيالوران رح نكون ساهمنا بمجال كتير مهم لإزالة الخوف والسترس من هالشيء يلي نحن دايماً بنحكي عنه يلي هو الشيخوخة المبكرة. ودقائق بصير فينا نزيل هالماسك لحتى نلاحظ قدي البشرة تركت نوع من الانتفاخ بسنياتها. ما فينا نقول انه هالعلاج منه كومبليمونتير للانجكشنز. الانجكشنز مهمة كتير، يلي هي بتعيد الانتفاخ لما بيتم الحقن البشرة بالأسيد إيالورونيك، وأكيد مع الطبيب المختص بالميزوثيرابي يلي بيكون في مكونات كتير أساسية، ومن من الـ
الأوليغو إليمنتس والسيل مينرالز والفيتامينز كلها بتساهم لحتى تترك البشرة بحالة جيدة جداً. ولما منقول بشرة تعبانة بتكون بشرة مشدودة. لما منقول بشرة عم تعاني من ستريس منشوف تعب عند العينين وبيرجع بيرافقوا اسودات عند العينين. لما منقول حاسة بالستريس يعني حاسة اني قاشطة بيقشط كل تقاسيم الوجه. ولما منغذي البشرة بهالطريقة منكون عم نعطيها كل المكونات الأساسية يلي هي بحاجة لها. ومع وضع الأمبوليت الخاصة بالعلاج نلاحظ نضارة السنيات انتفخت، منلاحظ بهالأماكن بحد ذاتها وبذات الوقت كل أماكن الوجه اللي فيها سنيات ضعيفة بترجع بتقوى. عم نشوف على الموديل النتيجة وجه منتفخ، بشرة مشدودة، نضارة، إزالة للستريس والخوف. إن شاء الله نكون اليوم بحلقتنا قدرنا نشيل شوي من الستريس والخوف للشيخوخة، على أمل إنه نقدر بعدين هالبلد يرتاح والعالم العربي كله والعالم بأجمعه من هالستريس والخوف يلي مهيمن علينا. لحتى نقدر نوصل لهالشي لازم نشتغل على أمور كتيرة ويلي هي روتين الحياة، لايف ستايل، مش بس بعلاج، هي الرياضة بتقدر تدخل علينا أكسجين كميته كتير كبيرة، هي الميوزك يلي بنسمعها، هي السلام الداخلي يلي بيقدر يترك هيدا الشيء اللي نحن دايما منفتش عليه. هي لما منطلع بديفرنت برسبكتيف على كل الأمور منشوف الأشياء بدقيقة وبمواضيع كتير بسيطة نطلع فيها بأساسها ويلي هو نحن كنا منفتش عليه يلي هو الهابينس ويلي هو السعادة. والسعادة هي مصدر قوة، مصدر انرجي، ولحتى نحصل على هالإنرجي ما بنحصل عليها وحدنا، لازم نشتغل عليها. نشتغل عليها بالروتين اليومي اللي نحنا منقوم فيه، نشتغل عليها بالطريقة يلي بناكل فيها الحمية الغذائية، نجرب قد ما فينا نطرد السموم، نركز على الأنتي أوكسيدنت. وإذا قلنا على بكرة إذا حطينا كوب شاي ودخلنا فيه شقفة الجينجر، عرق نعنع، شقفة حامض، وهيك منكون نحن عم ناخد شيء أنتي أوكسيدنت على بكرة. وإذا كنا منا نشرب ماء ننقع فيها ورقة نعنع، شقفة حامض، كم قطعة خيار، ونجرب نشربها بالوقت اللي منحس فيها بالعطش. ودايما أمور كتير نحكي عنها، الإيجابية هي بالنهاية اللي بتحسسنا بجميل بشع للخارج. على أمل أنه نشوفكن بحلقات قادمة وتكون افتتاحياتنا دايما فرح وسعادة يلي منتمنى دايما لإلكن مشاهديتي ومشاهديني وللبلد أجمع. بشوفكن.